صباح الخير أعزائي المشاهدين. نحن الآن في بداية صباح قد يحمل للعراق أشياء كثيرة. نحن على أعتاب حدث يولد مجموعة من الأحداث. الحدث وقد يعرفه كثير منكم هو مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. الرجلان على درجة عالية من الأهمية، ليس في بلديهما فحسب وإنما في المنطقة ككل. هذا الحدث أي مقتل الرجلين وتحديدا ما يتعلق بالرجل سليماني ودوره في المنطقة وحالة الصدام شبه المعلنة منذ أيام بين الولايات المتحدة وأمريكا تعطي مؤشرات كثيرة. يعني بعد كل المواقف حيث أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قاسم سليماني، بعد أن غرد الرئيس الأمريكي منتشيا منتصرا إلى آخره بوضع فقط تغريدته كانت العلم علم الولايات المتحدة حقيقة، وبيان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الذي قال إن العملية تمت وفق تعليمات من الرئيس، أي الرئيس ترامب هو الذي أمر بتنفيذ عملية استهداف قائد فيلق القدس. السؤال هو لماذا جاء الرجل إلى بغداد في هذا الوقت وجاء عن طريق المطار، فيما يعني واضح أن المطار بقربه هناك قوات أمريكية، وهذه القوات لها حقيقة مجسات ولا أجهزة تنصت وإلى آخره. ما الذي دفع الرجل للقدوم إلى بغداد في هذا الوقت فيما يعني سماء بغداد تدور فيها طائرات الهليكوبتر؟ كيف استسلم الرجل ورفيقه الراحلان، كيف استسلما لهذا الفخ؟ كيف وقع الأمر؟ لماذا لم يتحسب إلى أنه من الممكن أن يتم استهدافهم؟ وهل يبدو قدوم الرجل إلى بغداد الآن مثل ما تقول الولايات المتحدة أن الرجل كان سيأتي إلى بغداد لتنفيذ خطة لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق انطلاقا من السفارة؟ إذا كان الرجل قد غاب فهل الخطة انتهت؟ وهل يعني الإشارات الواردة من إيران بأن هناك انتقام قاسي، هذا ما قاله قبل قليل قائد الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، قال إننا سننتقم بشكل قاسي. ما هو هذا الشكل؟ كيف وأين؟ هل سيتم في العراق ولماذا؟ وهذا سؤال كلنا قد طرحناه مساء الأمس، لماذا وكيف يمكن إنقاذ العراق من بؤرة الصراع؟ حقيقة يعني كنا نأمل أن نصل إلى مجموعة من الضيوف، ولكن تعرفون تماما أن الوقت هو مبكر على بلادنا والمنطقة، وهو أيضا متأخر على مناطق أخرى، فعذرا يعني لو ولكن على ما أحسب أنه هناك سيكون معنا ضيف كريم عبر الهاتف من الولايات المتحدة، الأستاذ هشام الجمعة إذا كان يسمعني. لا خالي أسمعك. مرحبا أستاذ هشام، شكرا لانضمامك إلينا. أهلا وسهلا بك. شكرا. طالما أنت في الولايات المتحدة أستاذ هشام، السؤال هو
كيف حسب ما متابعتك أكيد لوسائل الإعلام الأمريكية، كيف يعني هكذا نقول، كيف تمكنت الولايات المتحدة من رصد أحد يعني أعدائها البارزين؟ أولا شكرا أستاذ هشام، تسمعني؟ في مشكلة عندك بالصوت. تفضل. أقدر أجاوب، أستطيع أن أجاوب على السؤال؟ نعم. اللي تفضلت به. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ألو؟ نسمعك، تفضل. أوكي. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد بعد كل الهجمات اللي تعرضت لها مصالحها في العراق من قبل الميليشيات الحشد الشعبي، بعد كل الدور الإيراني الكبير اللي لعبته أو مارسته ميليشيات الحشد الشعبي نيابة عن إيران في داخل العراق، هذا وقمعهم للمتظاهرين والثوار في ساحات التحرير والساحات الأخرى، هذا كله عجل في أن يكون هناك ردود الفعل المتبادلة. لما تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد إلى هجوم وحرق وتخريب وبقيادة قيادات في الحكومة العراقية، الفياض والعامري والخزعلي والآخرين اللي معاهم، إذن هذا الفعل معناه أن هناك الدولة العميقة التي تحكم العراق ظهرت إلى السطح، وظهور الدولة العميقة إلى السطح بمعنى أنه أسلحتهم بدأت تضعف أمام الشارع العراقي. الدولة العميقة وممثلة في هذه العامري ومجموعته اللي قدموا أسماء لرئاسة الوزارة من المجموعات اللي شافوها، ورفض المتظاهرين لهذه الأسماء واستجابة رئيس الجمهورية للجماهير أو للمتظاهرين، خلاهم في موقف صعب، إذا خلاهم في حلقة مفرغة رادوا الخروج منها. الخروج منها كان هو هجومهم على السفارة الأمريكية، وهنا استخدموا سلاح آخر اللي هو من أسلحتهم اللي اعتديناها بالتجربة الإيرانية، هو التعامل مع السفارات الأمريكية بالعم بأشكال متعددة سواء في طهران أو في بيروت. انسحابهم مجاميعهم إلى شارع أبو نعاس متوقع منه كان أنه يصفون المتظاهرين في التحرير، ولاحظنا أنه بعد هجومهم في السفارة الأمريكية تصاعدت باليومين الماضيين عمليات القتل خصوصا في جنوب العراق بالذات المدينة الناصرية، تصاعدت عمليات القتل. يعني أستاذ هشام إذا تسمعني، الحقيقة سؤال يعود به إليك، ألا وهو كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذين الرجلين؟ كيف عرفت أن الرجل نزل من مطار في مطار بغداد، وما أن خرجت السيارة التي تقله والراحل المهندس أبو مهدي المهندس حتى استهدفتهم بضربة جوية مؤثرة؟ كيف، هل طرح مثل هذا التساؤل في وسائل الإعلام الأمريكية؟ لحد الآن لم يطرح مثل هذا التساؤل، إلا أن المنطق يقول أنه مستوى التكنولوجيا اللي موجودة عند
القوات الأمريكية تمكنها من رصد مثل هذه الحالات، رصد هذه الأشخاص، أشخاص حركتهم معروفة بمواكب معينة وحمايات معينة سواء في أي مكان يحلوا فيه، فإذا هم عملية رصدهم تكون سهلة، ولما تتخذ قرار بالتعامل معهم فتم هذا التعامل، ولأن هم موضوعين على قوائم الإرهاب من فترة طويلة، واستهداف الموضوعين على قوائم الإرهاب عملية ما هي بدت الآن في بغداد، لأن نفذت عمليات كثيرة منها في اليمن إذا نذكر هذا الشيء. نعم حقيقة أستاذ هشام، أنت تعرف تماما وخلال متابعتك بل حتى من خلال الأخبار إن إيران دائما تتوعد الولايات المتحدة بالرد، ورد قاسي إذا تم يعني ضرب إيران أو ضرب مصالحها. الآن يعني قتل أحد رموز يعني استراتيجية أو منفذي الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، ما شكل وما هو التوقع الممكن للرد الإيراني على الولايات المتحدة؟ أنا تقديري الشخصي إيران سوف لن ترد رد كبير. إيران تحاول أن تستوعب الضربة، ستنكف إلى داخلها. إيران ما يهمها الناس اللي أيدوها واللي كانوا معاها، هذه الميليشيات وغيرها وغيرها، هذه ما راح يهموها كثير. إيران تريد تحافظ على نظامها في الداخل الإيراني، هي محاولة تصدير ثورتها إلى العراق ولبنان واليمن وسوريا وغيرها، هذه محاولة كانت لتوسيع. كيف لو سمحت لي أستاذ هشام، كيف لا تستطيع إيران الرد وهي تمتلك الأساطيل، تمتلك الصواريخ، أسقطت طائرة أمريكية دون أن ترد عليها الولايات المتحدة، لديها أسلحة يمكن أن تصل إلى مناطق إذا ليس للوجود الأمريكي وإنما على الأقل تضرب مصالح حلفاء الولايات المتحدة؟ إذن هي قادرة. أنا ما أختلف مع حضرتك في أنها قادرة، لكن هل من مصلحتها أن تصعد الموقف العسكري اليوم؟ بالتأكيد القدرة الأمريكية أكبر من القدرة الإيرانية، وإيران عارفة هذه النقطة. المسألة أنه المتوقع أنه الخطوات السياسية اللي تعقب هذا الفعل راح تكون متسارعة وسريعة جدا، وبالذات في داخل العراق، وهذا ما راح يجعل إيران تحاول فقط أن تحافظ على نظامها من الانهيار. احنا نعرف أنه الحكومة في أو أتباع إيران في داخل العراق والدولة العميقة هي اللي تمد إيران يوميا بالحياة، فتوقفهم عن هذا راح يؤدي داخل إيران. يعني نحن نعرف تماما بعض القوى الحقيقة المسلحة العراقية تعد العدة لمثل هذه اللحظات، هل تتوقع أن يدفع العراق مرة أخرى ثمنا باهظا، أقصد طبعا الشعب العراقي هنا، ثمنا باهظا حيال مثل هذه المواجهة؟ يعني المواجهة الأمريكية الإيرانية ممكن تكون قاسمة. أنا شخصيا ما أعتقد تكون هناك مواجهة إيرانية أمريكية على الأرض العراقية. إذا كانت هناك فراح تكون عمليات محدودة من أتباع إيران مع القوى الأمريكية اللي موجودة العسكرية وغيرها، وهذه راح تكون محدودة جدا. وثم العراق احنا شفنا انه خلال 16 سنة قدم مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين
والجوع والأطفال المرضى إلى آخره، فقدم العراق الكثير. الآن هذا النظام اللي دمر العراق خلال 16 عام مطلوب الآن أن يقف حتى يبدي العراق خطوات جديدة بنظام جديد ممكن أن يفتح أمل لهذا الشباب العراقي الثائر اللي يبحث عن كرامة ويبحث عن استرداد وطن. أستاذ هشام، هذا حقيقة أشكرك جدا. هذا في الشق الاستراتيجي إن صحت التسمية في الأبعاد العسكرية. ماذا أسألك، ماذا عن الأبعاد السياسية المتوقعة للحدث عراقيا؟ كيف القوى العراقية كيف ستتصرف؟ على أي أساس؟ موقف الرئاسات، موقف مجلس النواب، موقف القوى السياسية وتحركة داخل البلاد؟ لو نذكر أنه أحد فصائل الحشد الشعبي هددت أعضاء البرلمان ب اللي يرفضون إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية أو اللي اسموها القوات الأجنبية من العراق، هددوهم وتوعدوهم بأنه راح يحددوهم. وهذا النوع من التهديد للبرلمان ويظهر بشكل واضح وجلي أن هناك قوة عسكرية خارجة عن القانون أقوى من القوى العسكرية الرسمية. عضو البرلمان والمواطن عادي ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يعتمدون القوات النظامية، أما هذه قوات من الخارج هي أقوى، وبالتالي خلق هالنوع من تعدد القوى العسكرية مسألة مضرة بالموقف السياسي العراقي بالكامل. يعني أشكرك حقيقة بالإشارة إلى الموقف العسكري. في قراءتك، وأنا أعرف أنها قراءة عميقة للمشهد العراقي، كيف سيكون موقف الجيش العراقي مثلا قبل أن نذهب إلى يعني مؤسسات عسكرية؟ أعتقد أنه الجيش العراقي سيلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي ستتغير لغتها بعد هذا التطور في تقديري. بأي اتجاه تتغير أستاذ هشام؟ باتجاه أن يعود الجيش أن يكون هو القوة العسكرية، القوة الأمنية الأولى في البلد، ويهمش أو يقزم دور الحشد الشعبي بمؤسساته. لأن المشكلة هو تغول الحشد الشعبي، هذا اللي هو كان الخطأ في تركيبة النظام السياسي في العراق. الحشد الشعبي صار أقوى من الجيش وأقوى من الشرطة، وإحنا نذكر لما مجموعات الحشد الشعبي في شارع فلسطين أنه هاجمت قوات الشرطة العراقية. إذن أكو هناك نوع من عدم الرضا بالتأكيد عند القوات المسلحة العراقية الرسمية من أن يكون هناك قوى غير نظامية أقوى منها. يعني انطلاقا من هنا أستاذ هشام، أنت تتوقع أنه المؤسسة العسكرية الرسمية العراقية سيكون لها تأثير مستقبلي في توجيه الأحداث، أو أن يكون هو صاحب الكلمة العليا في القرار الأمني؟ لا، أنا أعتقد أنه يعني منطق الانقلاب العسكري غير. لا 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 لا، لا أقصد هذا على الإطلاق. لا، أنا أقصد، أنت أشرت إلى ما يلي، أنه الجيش لم يكن صاحب اليد الطولة، كان يجد نفسه أحيانا تحت تأثير قوى عسكرية هي الحشد الشعبي قد تأخذ دوره أو لها قرار أقوى من قراره. هل سيستعيد الجيش بوصفه المؤسسة الرسمية قرار الطبيعي؟ أنا هذا اللي أتوقعه، أنه الجيش راح يأخذ موقعه الطبيعي
والقوات المسلحة والأمن الداخلي يأخذ وضعه الطبيعي بعد أن تشذب العملية السياسية من هالناس اللي ولائهم لإيران. المشكلة أنه الحشد الشعبي بأغلب مجموعات المتطرفة هي ولائها لإيران وتنفذ السياسة الإيرانية في داخل العراق، لهذا هي قزمت دور الجيش والقوات الأمنية العراقية الرسمية لصالح النفوذ الإيراني. أستاذ هشام، أنت تعرف تماما يعني على الأقل من خلال وجودك في الولايات المتحدة ومتابعتك الحثيثة للموضوع الأمريكي وتفاصيله، عادة ما يعرف الرئيس الأمريكي بأنه يكون متردد جدا إلى حد الضعف في السنة الأخيرة كي لا يقدم على خطوة تؤثر على حظوظه في الانتخابات، تمام ولا لا؟ تمام ولا لا، أنا معك، ولكن كيف إذن فعلها اليوم ترامب في لحظة قد تدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة واسعة ممكن؟ أولا الرئيس ترامب لحد الآن شعبيته خصوصا في وسط وجنوب أمريكا واسعة جدا، هذا جانب. الجانب الآخر في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي في الحملة الانتخابية كانت هناك معضلتين سياسية أو أزمتين سياسية دولية وعد بالتعامل معها. الأزمة الأولى هي كانت الأزمة الكورية والكورية الشمالية، وبالتأكيد نعرف أنه هذه الأزمة بردت أو جمدت ولفترة طويلة. الأزمة الثانية هي الأزمة الإيرانية، والأزمة الإيرانية التعامل معها واحدة من مناهجه أو برنامجه الانتخابي اللي طرحه. هو مطالب أمام ناخبي في دورة الانتخابات القادمة أن يقدم ماذا أنجز في الملف الإيراني. الانسحاب من الاتفاق النووي لوحده ما يسمح، لأن الانسحاب من الاتفاق النووي هو خطوة لتقليص النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. إذن هذا الإجراءات اليوم هي راح تعزز بتقديري من شعبية ومن التفاف الأمريكان نحو الرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة. الآن حتى مع الفكرة التقليدية تعرفها أستاذ هشام، الفكرة التقليدية تقول أن المواطن الأمريكي غير معني بالسياسة الخارجية، هو يفكر بمصالحه الشخصية، يعني تعلق بالتأمين الصحي، بلقمة العيش، بوسائل العيش الأخرى، وبالتالي هو غير معني إذا نجح الرئيس في السياسة الخارجية أم لا. هل يبدو هذا الكلام صحيحا؟ لا، أنا أعتقد أنه المسألة مترادفة. أن يكون الاقتصاد الأمريكي قوي وأن يكون الدور، هذه المسألة مرتبطة بالدور الأمريكي بالعالم. أمريكا ما عايشة في حدود مستقلة في جزيرة منعزلة، هي عايشة وسط العالم هذا، والنفوذ الأمريكي هو جزء من قوة أمريكا في الداخل. والنفوذ الأمريكي ما راح يجي فقط من خلال التأمين الصحي للمواطن الأمريكي، لا، راح يجي من خلال قوة الدولار والقوة الاقتصاد، من خلال القواعد الأمريكية اللي موجودة وفعالية القرار الأمريكي في السياسة العالمية. هذه كلها عوامل اللي تكون من خلال فعاليات الخارجية الأمريكية وفعاليات التحالفات الدولية اللي موجود فيها في آسيا وأوروبا وأفريقيا في كل مكان. هذا الدور هو اللي يجعل أمريكا بما تكون هي أقوى ولا يمكن فصلها الداخل عن الخارج، هذا التقدير. أستاذ هشام، الحقيقة الآن جاءنا الخبر العاجل التالي، أن مجلس الأمن القومي الإيراني اجتمع لاتخاذ قرار بشأن الرد على
مقتل سليماني. إذا كان الأمر كذلك وأنت تتابع أكيد أو تابعت طريقة تعاطي الإعلام الأمريكي مع الحدث، ماذا سيكون الرد؟ مرة ثانية أسألك وإن كنا أطلنا عليك، اعذرني. لا لا العفو، تقصد الرد الأمريكي ولا الرد الإيراني؟ الرد الإيراني، لأنه اجتمع مجلس الأمن القومي الإيراني الآن لاتخاذ قرار بشأن الرد على مقتل سليماني على عبر ضربة أمريكية. أمريكا بالتأكيد، القوات الأمريكية اللي موجودة بالمنطقة هي ما راح في فسحة، أكيد هي في مواقع اللي تتوقع الهجمات مثلا عليها، سواء كانت في الخليج ولا في العراق إلى آخره. المتوقع في تقديري هو راح يكون هناك تأزيم في خليج هرمز، في مضيق هرمز، نوع من التأزيم لتعقيد سوق النفط العالمي. هذا متوقع جدا، وإيران تستطيع أن تقدم على مثل هذه الخطوة. صحيح، وما يؤكد كلامك أن الآن الأخبار تقول أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 3%. صح، هذا متوقع جدا. متوقع جدا، وهذا اللي الخطوة اللي الأولى اللي تستطيع أن تعملها وتنفذها إيران. يعني آخر شيء حقيقة أسألك سؤال أخير، كيف ستقرأ مشهد بلادنا، مشهد العراق، عبر كل هذه الفورة من الأحداث المتلاحقة في اليومين الماضيين وتحديدا قبل ساعات؟ ما حدث قبل ساعات هو محطة لحراك جماهيري ابتدى في 2011 رافض لكل الهيمنة الإيرانية على العراق. هذا التحرك اللي نضج في أكتوبر 2019، هذا التحرك اللي ترجم الشباب العراقي إلى شعارات واضحة ومطالب واضحة في تغيير النظام السياسي وليس في ترقيعه أو إصلاحه. هذا التغيير المطلوب سيخلق في العراق نظام وطني ونظام علماني بعيد عن الأحزاب الدينية وموجة الأحزاب الدينية اللي خلفت العراق خلال هذه الفترة وأثبتت فشلها في أن تدير العراق، في دليل أنه العراق الآن يحتل كل أسفل كل جداول المقارنات الدولية، فهو متخلف في تعليمه وصحته وأمنه ومتخلف في كل شيء. من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الكاتب والسياسي المستقل الأستاذ هشام جمعة، شكرا جزيلا لانضمامك لنا، كنت كريما في منحنا كل هذا الوقت وكذلك في تحليلك وقراءتك لتطورات بلادنا وتحديدا في الساعات الأخيرة. شكرا جزيلا. أنتم أعزائي المشاهدين ظلوا معنا، ذلك أننا سنقلب هذه الصفحات من هذا الملف الذي انفتح بقوة هذه المرة. هناك تداعيات أكيد وتداعيات كبرى نتوقع أن نشهد بعضها، هناك بعض المؤشرات قد ظهرت، هناك بعض الأحاديث عن أن العملية أوسع من هذه، أن هناك حديث عن استهداف بعض القيادات السياسية ومطاردتها من قبل جهات غير محددة الهوية وإلى آخره من الأخبار. عموما نعود لمناقشة هذا الموضوع، وينضم إلينا عبر الهاتف من ولاية ماريلاند الأمريكية الأستاذ الدكتور شاكر جواد. مرحبا دكتور شاكر إذا كنت تسمعني. مرحبا أستاذ علي، كيفك؟ أنا شاكر لك حقيقة لطفك الغامر بأن تمنحنا هذه الفرصة بما أعرفه عنك وكثير من متابعيك بدقة المعلومة
ذلك وإن كان ليس بعيدا عنك، فأنت طبيب وأنت عالم، وبالتالي أنت من يمنحنا درسا في الدقة والمعلومة العلمية الصحيحة. انطلاقا من هنا، كيف قرأت يعني طريقة عرض وسائل الإعلام الأمريكية للخبر، خبر تحديدا مقتل المهندس وسليماني؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ علي على الاستضافة أولا، وشكرا على التقديم. شكرا لك. الله يحفظك. بالواقع يعني هذا الخبر يعني كان متوقع إلى حد ما أنه راح يصير في شيء، بس ما كنا نتصور أن يصير بهذا الحجم. أنت تعرف طبعا هو الشخصين الرئيسيين اللي أسمائهم تتردد في الإعلام الآن هم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بس بالواقع مجموع الأشخاص اللي قتلوا في هذا الحادث هم 7 أشخاص حسب ما سمعت. 7 أو 8. نعم 7 أو 8 بعد ما طلعت الأسماء بالضبط، بس هذا ومن نقارن نجي احنا نسمع دائما نقول الشخصين المهمين هم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بس حجم قاسم سليماني أضعاف أضعاف ما يمثل مهدي المهندس. قاسم صحيح. سليماني مقتله لا يقل عن مقتل أسامة بن لادن ومقتل أبو بكر البغدادي من ناحية التأثير، وربما أكثر، لأنه ذولاك كانوا شبه متقاعدين قاعدين، وهذا الشخص عنده فعالية وعنده حضور وعنده وجود في كثير من المناطق اللي موجودة ضمن. هنا إشارتك مهمة لو سمحت لي. نعم. دكتور شاكر، يقول البنتاغون إن استهداف سليماني جاء بعد ورود معلومات مؤكدة إنه سيحضر إلى العراق لتنفيذ مخطط يستهدف ضرب المصالح الأمريكية والأشخاص الأمريكيين. إذا كان هذا الأمر، يعني هل تأخذه على محمل الجد بهذه الطريقة؟ وإذا كان كذلك، لماذا جاء الرجل في هذه اللحظات التي لا تبدو في مصلحته؟ يعني الصراع بدأ يتخذ يعني شكل مستوى أعلى من السابق، كان يعني حرب كلامية. طبعا أمريكا قادرة كانت في أي وقت أن تنفذ هذا العمل، لأنه إمكانياتها التكنولوجية ووجود استطلاع وجهد استخباري محلي داخلي، يعني في أي وقت تقدر كانت تسويه، بس ما كانت تنفذ هذا العمل، يعني لأن تعتقد أنه من يعني ما واصل الحاجة إلى. وثانيا عملية قتل شخص من إيران أو من العراق بمستوى عالي قيادي على، وخصوصا ذو خلفية دينية أو ارتباط بجهات دينية، راح ينطيهم فد نوع من أنه هذا صار شهيد، وأنه هذا يعني قد يستغل بعكس ما ممكن أن يصير. ولحد الآن أنا متأكد أنه إيران راح تستغل هذا الموضوع حتى تحاول أن تحول هذا الشخص إلى شبه ولي أو إمام، وأنه تم قتله من الاستكبار والشر ومن هالكلام هذا اللي متعلمين عليه. ولكن على المدى القريب أنا أتوقع أنه راح تصير عمليات من جماعته أو من جماعة المهندس أو من الجماعات الأخرى. ما الشكل الذي ستأخذه هذه الهجمات، انطلاقا من أنها قد تكون ضمن باب الرد، وهو ما يعني نوهنا إليه، ذلك أن مجلس الأمن القومي الإيراني قد بدأ اجتماعا قبل نصف ساعة من الآن لمناقشة الرد على يعني الضربة الأمريكية. يعني إيران نفسها طويل، مو نفسها يعني عالي، وأنا أخاف على المتظاهرين، على المكانات الرخوة اللي ممكن أن تحاول أن تستعرض قوتها بيها. وطبعا دائما إيران من تضرب ما تدعي أنه هي اللي ضربت، مثل أمريكا من ضربة البنتاغون صرح، والرئيس عمر أنه يعلن الموضوع، ما ترك الموضوع غامض. ولكن 11 ضربة صارت على قواعد عسكرية عراقية بها أجنحة أمريكية، إحنا خطأ أن نسميها قواعد أمريكية، 11 ضربة تم إجراءها وبإشراف مباشر من سليماني وأذرعها اللي موجودة داخل العراق، لم يعلن عن أي واحدة منها، يعني المسؤولية عفوا لم تعلن عن أي واحدة منها، بسبب أنه إيران ما تريد يعني تحاول تخفي دائما هذا الموضوع، لأن هي تحس نفسها مهما كانت
مهما كان حجمها الإقليمي، بس هي ما تقدر توقف أمام قوة كبرى مثل أمريكا بشكل صريح وواضح. الآن الصراع راح يتخذ شكل آخر، راح يكون واضح، راح تصير طرفين بالمعادلة. مع الأسف إنه العراق هي أرض القتل، وهي المنطقة اللي راح يصير فيها ضرب والأشخاص الكثير من الناس المغرر بيهم. إذن تتوقع دكتور شاكر أن يكون العراق هو محور الصدام أو الانتقام إن شئت؟ يعني أرض القتال راح تصير على العراق. إيران ما راح تحاول أن يعني أن تجذب المعركة إلى، ممكن أن تصير ضربات محدودة. إذا صار شيء من إيران تجاه أي شخص أمريكي أو مواطن أمريكي، أتوقع أن أمريكا تقوم بضربات محدودة داخل الأراضي. كيف ستؤمن الولايات المتحدة يعني عسكرييها وأعضاء يعني ممثلياتها الدبلوماسية في العراق؟ كيف ستؤمن؟ يعني موجودة وصايا، يعني سياقات عمل ثابتة عندهم، يعني شلون يشتغلون. مثل أي بعثة دبلوماسية تكون في، يعني وزارة الخارجية الأمريكية مصنفة الدول إلى عدة تصنيفات، العراق واحد من أسوأ التصنيفات على المستوى الأمني. فيقتضي أنه يطلعون بسيارات مدرعة، يقتضي أن يطلعون مجاميع ويعني قوافل، ما يطلعون أشخاص بشكل مفرد. الأسلحة لازم عدد محدد وحماية مع أثناء الانتقال أثناء الواجبات، وطبعا حيصير تقليل حركة وتقليل عدد إلى الحد الأدنى اللي مطلوب يعني، والحماية اللي جتي ومتوقع أن تجي بعد حماية أكثر. وأنا حسب ما سمعت أنه 66 قطعة بحرية أمريكية وصلت حاليا إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى الخليج العربي لتغطية يعني الحاجة. هذه معلومة مهمة حقيقة. نعم. دكتور شاكر، حقيقة تغريدة الرئيس ترامب قبل يومين لم تقرأ جيدا على الأقل عراقيا. قال الرجل: أنتم أيها العراقيون الحالمون بالتخلص من السيطرة أو من الهيمنة الإيرانية، هذا هو الوقت المناسب. ما الذي يعنيه هذا، يعني تلك التغريدة وتطبيقا مما شاهدناه في الساعات الماضية وتأثيرها، ما الذي يعنيه لرسم مستقبل العراق السياسي؟ يعني أنا في تقديري أنه يعني من سمعت هذا الخبر تصورت أنه قد بعض الوحدات العسكرية العراقية الوطنية اللي يعني محترفة كجيش ممكن أن تتخذ مواقف لحماية المواطنين والدفاع عنهم أكثر مما جرى في الوقت السابق، يعني المتظاهرين مثلا. أتوقع أن يصير زخم كبير بالأيام القادمة، أن المتظاهرين راح ينزلون إلى ساحات التظاهر بأعداد هائلة أكبر يعني لحماية نفسهم، يعني كل ما يقل عددهم ممكن يتعرضون. ولكن المتظاهرين العراقيين دكتور شاكر مطالبهم لا تتعلق بالسياسة الخارجية، يعني هم يأملون في وطن كريم معهم أولا قبل أن يكون له علاقات هنا أو هناك. يعني الفكرة الأساسية نظام عادل. هذا النظام العادل الذي يحلم به المتظاهرون، هل تتوقع أنه ممكنا الآن يعني هذه الضربة أعادت مرة ثانية السياسيين العراقيين، أعادتهم إلى السؤال إلى أن هناك من قد مثلما حملهم إلى السلطة في 2003 قد يسحب السلطة منهم، هل هذا التساؤل ممكن؟ يعني هذا التساؤل أنا أجيبك تساؤل عنه ممكن، أنه ألا تعتقد أن مقتل قاسم سليماني هو أحد تداعيات المظاهرات اللي ابتدت من 1 أكتوبر في العراق؟ هذا يعني ما ممكن كان يصير لو ما بادي هاي الأحداث. يعني احنا من عندنا مدخلات، ما علاقتها مباشرة على المدى الأبعد؟ يعني هي اللي فتحت المجال وهيئت الأرضية لأن يصير هذا الموضوع. لا يمكن يعني بدون وجود مظاهرات، بدون وجود أي شيء، أنه كان تتطور الأمور وبعدين تفتح أبواب المنطقة الخضراء بشكل يعني واضح وغير منطقي لأشخاص يدخلون ويتعرضون إلى سفارة دولة ويحرقون ويحاولون أن يضربون. وبالمناسبة أمريكا بالنسبة هذا الموضوع إلها جدا جدا حساس. لا ننسى موضوع السفارة الإيرانية السفارة الأمريكية في طهران عام 79 والمشكلة اللي طولت 444 يوم،
وبعدين لا ننسى ما صار في ليبيا من كارثة من حادث القنصلية في بنغازي. نعم نعم، ولا ننسى أن جزء كبير من حملة ترامب الانتخابية كانت بالتعريض بالمنافسة مالته هيلاري كلينتون، صحيح، لعدم قدرتها على صد أو يعني إجراء اللازم اللازم لحماية السفارة. نعم. فهو انتخابات مقبلة قريبة جدا، يعني انتخاباتنا في شهر 11 عام مرة ثانية. الحقيقة سألت ضيفي الكريم الذي سبقك الأستاذ هشام الجمعة حقيقة وسألته. نعم. السؤال ذاته الذي تشير إليه، عادة يبدو الرئيس الأمريكي في أكثر مراحله ترددا حين يبدأ العام الأخير له قبل الانتخاب في الرئاسة، ونحن فعليا بدأنا العام الأخير للرئيس ترامب. ما الذي يدفعه وهو الذي كان مترددا في مكان الوقت لصالحه، مترددا في أحايين كثيرة، ولكنه هذه المرة كان حاسما وحاسما إلى حد قوي وعنيف؟ لأن موضوع السفارة ممكن أن يستخدم ضده في الانتخابات القادمة من المنافس بشكل مثل ما هو استخدمه ضد هيلاري كلينتون، فهذا كان السبب في أن يقوم بعمل إلى صدى كبير، وهو أن يغتال قاسم سليماني، يقتل قاسم سليماني. قلت لك أبو مهدي المهندس أيضا يعني يعتبر يعني عملية اغتياله أيضا بها فائدة لأمريكا، لأنه هو على قائمة الإرهاب من السبعين من التسعينات من بعد حادث تفجير السفارة الأمريكية في الكويت والفرنسية الأمريكية والفرنسية في الكويت واتهامه، وهو محكوم أصلا بالإعدام. لكنه كان نائبا في نائبا إلى حد عام 2007 في البرلمان العراقي، وموجود والأمريكان يعرفونه تماما. يعرفونه طبعا إيه، بس هو يعني تعرف العملية السياسية من ابتدت كان بها هواية يعني مداخلات من نوع، هذا كان متهم بسبب صدام وصحيح وأنه هذا شيعي تهمي ومن هالكلام هذا، بس لما تثبتت الحقائق طلع ترك المغادر المناصب. والمشكلة أنه الحكومة العراقية الرسمية ما تتقدر أنه لما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات ومن تصدر معلومات يعني ينظروا لها بكل عدم اهتمام. يعني هاي الوثائق اللي صدرت مع السفارة أشكر يعني شكرا جزيلا دكتور شاكر على هذه الإشارة. نعم. هل تتوقع أن الحكومة العراقية وعت، أو إن هذه الضربة هزتها فعلا كي تعرف تماما إنها يجب أن تتصرف بإحساس عالي بالمسؤولية، وأن تعرف إن هناك من يتابعها بدقة وقد يستأدفها في أي لحظة إلى آخره؟ هل ستعود الحكومة العراقية إلى رشدها فعلا؟ يعني احنا كلتنا وعينا وعرفنا مدى قدرة وامكانية الحكومة العراقية من خلال الفترة الأخيرة، هي احنا اللي يقدر يشخصها من زمان نشخص ونكتب، نعرف انه الحكومة العراقية الحالية هي واجهة وقشرة رقيقة لحكومة عميقة اللي هي يقودها سليماني وابو مهدي والمجاميع الموالية لإيران. إيران هي اللي تقود العراق بالواقع من الناحية السياسية، يعني منذ أي سنة بدأ الداخلية هذا واضحا انه يعني العراق واضحة احنا يعني حاسين بها من اشتغلنا بالدولة العراقية بعد 2003 بسنتين ثلاثة. كان كلش واضحة، يعني واضح نفوذ الاحزاب الايرانية الهواء، ايرانية التمويل واللي تدافع واللي ما تقدر تفتح حقك وياهم يشيلك ويكرفوك وتختفي وما حد يدلك. قائمة دكتور شاكر اسف يعني اقاطعك، ولكن استغل الحديث مع حضرتك يعني وانت كريم معنا هذه الليلة بالنسبة لك وبالنسبة ان هذا الصباح في توقيتنا. قائمة الحقيقة الذين سلموا طوعا القرار العراقي الى جهات خارجية وتحديدا الى ايران قائمتهم طويلة، هؤلاء كيف سيتم التعامل معهم؟ من سيتعامل؟ هل أعود عليك بالسؤال، هل سيعودون إلى رشدهم ويعرفون تماما إن لهذا حدودا؟ يعني هناك طريقة معينة يلجأ لها الساسة الكبار
اللي يقومون بمخالفات قانونية كبيرة عقوباتها تصل إلى الإعدام والمؤبد، يعني الجرائم الكبرى اللي ترتكب من قبل الساسة باسم أنه هم دا يحافظون على البلد أو دا يحاربون إرهاب أو دا يقومون يعني هذول بصورة عامة ما ممكن أن تجيبهم يرجعون إلى الطريق، أولا لأن وراهم محاكم وراهم راح يتحاسبون 100%، يعني ماكو سياسي راح تتغير الوضع الحالي وتتغير الحكومة، وماكو واحد من السياسيين السابقين ما راح يدخل إلى محكمة وقد ينحكم بأحكام كبيرة. من سيفعل ذلك؟ قد تصل بعضها إلى الإعدام، فهذولا ما ممكن أن يجون للطريق، هذولا الطريقة الوحيدة اللي يكون عايشين بها أن يستمرون باستعمال العنف والقوة ويغمسون إيد أيادي بالأخرى بالدماء بقدر استطاعتهم حتى هاي الأيادي اللي تتغمس بالدماء توقف الدافع عنهم، لأن تعرف أنه قضية وجودها يعتمد على وجود هؤلاء السياسيين. يعني يحاول أن دائما يعني الجرائم اللي صارت ضد المتظاهرين مقتل ما يقارب 600 أو أكثر، الجرح فوق 2000، هذول كلهم الأشخاص بينتظرون محاكمتهم، فذول مستحيل أن يتخلون عن النظام، راح يستقتلون في الدفاع عن النظام لأن هو دفاع عنهم مو عن النظام. قد يكرهونهم الساسة الكبار ولكن وجودهم ارتبط خلاص، لأن ذولا صاروا معرضين إلى عقوبات شديدة بسبب ما سووه أو أخذوا أوامر، فيقول لك أنا ما أقدر بعد هذا الطريق المشي. دكتور شاكر، وأنت تعرف هذا وتخبر، سبق أن خبرت هذه المعنى أو المعاني، قضية إن هناك أنظمة عقائدية أو أشخاص عقائديين، هؤلاء لا يموتون بقتلهم، يعني الراحلان سليماني والمهندس، هؤلاء هذان الرجلان ينتميان إلى فكر عقائدي، هذا الفكر لا يموت بموت الرجلين، أم إنك مع الفكرة إنه إن الرجلين كانا يمثلان قوة نموذجية حتى من يخلفهما لن يكون بذات التأثير؟ يعني على المدى البعيد أنا في اعتقادي إيران خسرت أشخاص كانوا يخدمون مصالحها بشكل كبير، وهذا يعني يجي من مصلحة العراق ومن مصلحة الدول الأخرى اللي كانت إيران وما تزال إيران تتدخل فيها لتنفيذ مشروعها الإيراني في المنطقة، مشروعها الإقليمي. أنت تعرف كل الدول اللي إيران متدخلة بها بشكل أو بآخر واقفة في موقف دفاعي، يعني أنت ما شايف مثلا إماراتي أو يمني داخل إيران يسوي عمليات، بس تلقي كوما إيرانيين وناس متابعين لها يسوون أعمال في الدول الأخرى، لأن يعني هذا الخسارة اللي خسرتها الآن إيران هي ربح للدول الأخرى اللي لها اللي واقع تحت تأثير النفوذ الإيراني اللي دا تحاول تتدخل فيها. على المدى البعيد بالتأكيد راح يلقون شخص بديل، وبالتأكيد أنت من تقتل أي تنظيم حتى تنظيمات الإرهابية الأخرى العابرة للحدود، يعني هو حتى التنظيم هذا عابر للحدود، يعني التنظيم الولائي التابع لإيران هو فيلق قدس، فيلق قدس هو جزء من الحرس الثوري، لازم نفرق الحرس الثوري الإيراني واجباته داخل إيران، فيلق قدس هو الذراع الخارجي اللي واجباته من في الدول الأخرى. من هنا حقيقة، من هنا هل تتوقع طالما تتحدث عن سعة التأثير إن القوى التي كانت يعني تنسق مع إيران بشكل عام وتحديدا مع سليماني في لبنان ممثلا بحزب الله وفي اليمن الحوثيين سيوجهون أسلحتهم انتقاما أم لا؟ العفو الأخير جملة ما سمعتها بشكل واضح، ايش راح يسوون؟ اعرف ذكرت انت حزب الله يوجهون اسلحتهم انتقاما لمقتل سليماني ام لا؟ انت بالتاكيد يعني هي كل وحده من هاي الوحدات اللي بتعمل بالامره الايرانيه من خلال المشروع الايراني الطائفي اللي موجود في المنطقه عندها قدره محدده ما تقدر تتجاوزها، يعني ما راح يقدرون يسوون فد عمليه ضخمه اكتساح ويسوون يعني يقدرون يسوون فد شيء اكبر مما مسوي حاليا، ولكن راح يختارون أهداف معينة ويسوون عمليات نوعية في تقديري هذا. هاي العمليات النوعية لهدف يعني عملية الثأر من الشهيد فلان أو كذا راح يسموها لمجرد يحصلون فشي دعائي، وطبعا حيدعون أنه يجري أكثر من الواقع، بس هو يعني العملية اللي سوتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون
بمقتل هؤلاء الشخصين هي ضربة كبيرة لإيران ولنفوذها في المنطقة على الأقل على الوقت المدى القصير، وخاصة أنه قائد فيلق قدس اللي هو مسؤول عن العمليات الخارجية قتل في هذه العملية، وهو معروف أنه هو شخص يعني من الحرب العراقية الإيرانية، هو قائد فيلق 41 سأل الله أعتقد كان اسمه، يعني هو يعني هو واحد من أهم ثمانية قادة اشتغلوا في الحرب العراقية الإيرانية، واحد منهم، وبعدين هو أكثر واحد بهم يعني كبر وقوة، وب 2007 استلم فيلق القدس، وب 2011 ترفع إلى رتبة لواء، وقلد الرتبة الخامنئي بنفسه قلد الرتبة، وهذا وعلاقته الشخصية به ممتازة ويتصل به بشكل مباشر، فما تقدر تحصل شخص بهالقوة والولاء والخبرة بسهولة، يعني هذا الشخص تدرج في العمل، يعني هو بيشتغل بالحرب التقليدية العراقية الإيرانية ويعرف المنطقة ويعرف وهو يعني موالي بشكل مطلق يعني للإيران يعني للقيادة السياسية الدينية في إيران، فمن الصعوبة أن تلقي شخص بديل بسهولة وبنفس يعني راح يأخذ وقت طويل الله يقدرون يلقون شخص يجوز بهالقدرة والمعلومات والمعرفة عن المنطقة وعن الشغل مالته وعنده نفس الولاء اللي موجود. فيعني أنا في تقديري العملية إحنا حكينا هواية على أبو على سليماني ما حكينا هواية على أبو مهدي، لأن أبو مهدي حجمه هواية أصغر من وهو أبو مهدي يقول أنا جندي عند قاسم، ويعني هو فعلا كان جندي عنده أصلا لما كان في فيلق بدر قائد فيلق بدر في قبل 2003 قبل ما يجون للعراق. فأنا في تقديري قلت لك إنه هذه يعني ضربة جدا قوية وراح تفيد ترامب على المدى على الانتخابات مالته، لأنه هذا الشخص على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى العسكري معروف جدا أنه تأثيره ونفوذه جدا قوي ضد أمريكا ومصالحها في المنطقة، وهو شخص فعال متحرك يتحرك بكل المنطقة ويقود حزب خارجي يعني خارج إيران، يعني واجباته يعني يسمونهم نون ستيت أكترز الفاعلين العابرين للحدود اليوم يعني يعرفون بالإرهاب، هو أصلاً على قائمة الإرهاب الموجودين اثنينهم الموجودين على قائمة الإرهاب، فأعتقد ترامب راح يستفيد منها من الناحية السياسية في الانتخابات يعني ما لم تحدث تداعيات كثيرة وتصير مشاكل ويصير تدخل مباشر نراقب ونتوقع لمن ستقرأ الأجراس. شكرا جزيلا لك حقيقة لكرمك ولطفك ولعمق رؤيتك وتحليلك الثاقب دكتور شاكر جواد، كنت معي عبر الهاتف من ولاية ماريلاند الأمريكية، شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين، قد نعود إلى تغطيتنا لنوافيكم بآخر الأخبار المتعلقة بالحدث، الحدث الأبرز، الحدث الذي قد يغير صورة العراق مثلما غيره حدث كبير هو حدث 2003. هذا حدث ليس عابرا، ستترتب عليه أحداث أخرى، وهذه الأحداث إن تشابكت قد تغير صورة البلاد. شكرا للمتابعة.